ان المباراه ما كانت صعيبه، المباراه بالنسبه كانت سهله. حنا ما سجلناش، لو سجلنا الهدف الاول اللي كان في الدقيقه 33 انفراد واضح، كنا الفريق خصم اش غيدير؟ خصم غيتخلى على النشط التكتيكي الدفاعي وغيخرج وغيخلنا مساحات. الفريق ما خلاش مساحات، اولا تضيع وقت، الوقت اللي كتبني كيقول لك الهدف كما كيقول كيسخن، دائما كيقول لك يعني الهدف ملي كيكون سخن واحد اللاعب تيتفقوا يقول كيطيح اللاعب كيطيح. النجيه باغا تضيع، ما دار حتى محاوله. يعني كل سجلنا هدف في الاول كانت خاصها عندنا مباراه، وخير دليل من سجلنا في الدقيقه 86 راه وراها مشينا للبوطو اكثر ما مشينا في هذوك الدقائق الاولين. لذلك ان الهدف الاول هو اللي صعب عندنا المباراه، ولكن كالسيطره وكوصلنا تبقى السرعه على الشو. دابا واش العسل؟ يعني العسل بلا ما تقول عسل، جوج دو بالون انت والبوطو انت والجول. يعني وحده تقدر تضربها بشويه، وحده تشدها وتماركيها، كذلك فونتي، كذلك السحمودي، يعني يونس رشيد اللي دات من فوق البراغ الضربه الراسيه ديال فونتي. يعني واحد 8 محاولات وانا سعيد حدا البوطو. يعني ما كتسجلش كيصعب عليك المباراه، اما كمباراه هاكل سجلنا في الاول وسجلنا غيبان لك مباراه سهله. ولكن دائما شوف اللاعب المغربي ملي كيكون عليه ضغط تيكون حاجه سهله وكيضيعها. لذلك المباريات كلهم غيكونوا بحالك يعني، ولكن كما قلت لك كاداء يعني ما كانش لي ديشي بزاف، كانت سيطره، كان لعبنا اون لارجور، فهمتي، اون بروفيتي لا لارجور، اون جوي بروفوندور، اون جوي ديغيغ لو دو، يعني لعبنا دي كومبينيزون دي دو لي زانترفال. داك الشيء اللي في كره القدم عجبني، انا عجبني الاداء، اللي ما عجبنيش هو النتيجه. حتى من اليوسفيه لعبنا مباراه كبيره ولكن ضيعنا فرص. نتمنى ان شاء الله نعالجوا هذا الموضوع، لانه ماشي من الاول، راه من الدوره الثانيه حنا عندنا مشكل من مباراه الفتح، وحنا راه حنا كنسجلوا لي زوكازيون يعني تنضيعوا وتنشتغلوهم. نتمنوا اللاعبين يعني تكون عندهم ياخذوا شويه تجربه، لان هذه المباريات تتبغي لاعبين اللي عندهم تجربه. ونتمنوا لاعبين كالسحمودي كيونس رشيد اللي عندهم تجربه كبيره في هذه الاقسام الثاني، وغدا كل اللي لعبوا خط الماتش الاول، وهما من يدخلوا يعطونا الاضافه ويسجلوا لنا اهداف. كاين بعض اللاعبين اللي يقدر يعطيك اضافه 30 دقيقه، لانه كاين واحد المشكل ديال اللياقه البدنيه. ثم كاين العمر، انا كنبغي الضغط يعني الضغط العالي، يعني ما كنبغيش انا نتراجع اللور ونخلي الكره للخصم، يعني كنبغي البريسينغ على بيرت، والبريسينغ على بيرت تيبغي واحد اللياقه البدنيه كبيره. لذلك انا الوقت اللي ما غادي الا ما قدرتش نسجل راه عندي واحد 35 دقيقه خصني يكون عندي ثاني اسلحه. الا ما عنديش هاد الاسلحه ودخلته من الاول فهمتي، ونقدر ما نسجلش من الاول وما يبقاوش عندي دوك الاسلحه اللي عندهم تجربه وباغي نساعدهم في هاد اللحظات الصعبه في المباراه. شوف هناك تكتيك اللي الحمد لله حنا راضيين عليه، لان اللي غيشوف هاد المباراه والمباراه ديال يعني غيتمتع، كن متعنا يعني كان تمتع. يمكن الاهداف ما تسجلوش الحمد لله، كان انتصار الحمد لله. مره اخرى نحاولوا عاوتاني نخدموا حدا البوطو باش نسجلوا باش نسالوا عندنا المباراه ان شاء الله.